أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها من الوظيفة الجامعية ورفض عودته إلى عمله بالجامعة مع احتفاظه بالمعاش، وذلك لارتكاب جريمة رشوة جنسية مقابل تسريب أسئلة الامتحان. وتعود الواقعة إلى عام 2018 حين رصدت الرقابة الإدارية مكالمات ومراسلات بين العميد والطالبة. وقالت المحكمة في حيثياتها إن من ينحدر إلى هذا المستوى المذموم بأفعال شاذة لا يمكن لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية، وأن عميد كلية التربية خان أمانة الوطن. تنضم إلينا من دالاس عبر خدمة سكايب سوسن غريب الناشطة السياسية. أهلا بك معايا سوسن، وخلينا نبدأ من حكم المحكمة. بالتأكيد اطلعتي عليه، قولي لي إيه رأيك وإيه تقييمك لحكم المحكمة وللدباجة اللي تم نشرها؟ مساء الخير الأول. مساء النور. أنا شايفة إن حكم المحكمة ده يعني أقل بكتير من المفروض إن الراجل ده كان يستحق، لأن دوت استغل منصبه في إن هو ياخد رشوة جنسية من إحدى الطالبات اللي هي كانت دراسات عليا على ما أعتقد، في مقابل ان هو يديها اسئله الامتحان ويسهل لها انها تنجح والكلام من ده. فاعتقد ان هو مش بس المفروض كان يترفض ويحتفظ بالمعاش، المفروض ان هو لا ياخد معاش ويتقدم فيه بلاغ في النيابه او حاجه، بحيث ان هو يعني يتحاكم على الجريمه الجنسيه دي نفسها، مش بس ان هو يتحاكم بشكل جنائي. تقصدي بالظبط بالظبط. طيب خليني اسالك، يعني خلينا نرجع بالموضوع لأصله سوسن. يعني احنا دلوقتي قدام بنفتح او بنواجه مشاكل تحرش، مش مشاكل تحرش، الحقيقه احنا بنواجه مشاكل تحرش من فتره طويله جدا، من سنين بترجع لورا بكتير، جرائم تحرش مش مشاكل برضو ايضا. لكن نقول ان احنا السيدات قررت ان هي في الفتره الاخيره ان هي فعلا تخرج وتقدم شهاداتها كنوع من انواع نقول اولى خطوات التعويض اللي بتحاول ان هي تعوض بيها نفسها، ان هي بتشارك شهاداتها والاعتداءات اللي تعرضت ليها. ايه المطلوب في اللحظة زي دي من الجامعات اللي فيها اساتذة بتعمل، جامعات بشكل عام؟ ايه المطلوب من البنوك؟ ايه المطلوب من الشركات؟ ايه المطلوب من اي مؤسسة حكومية او خاصة؟ ايه المطلوب منهم؟ ازاي ممكن يوفروا بيئة آمنة للسيدات؟ هو انا هتكلم على مقارنة صغيرة من اللي بيحصل هنا مثلا في عندي في امريكا. الشركات الكبيرة كلها والبنوك الى اخره لما حد جديد يعني بيتوظف فيها بتديله زي جايد لاينز او ورقه بيبقى مكتوب فيها ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي مش ممكن يتعمل، وايه اللي يعتبر تحرش جنسي او ايه اللي ما يعتبرش تحرش جنسي، وايه نوع المجاملات المقبوله او غير المقبوله، وايه الخطوط الحمراء اللي المفروض انك انت كمسؤول كمدير كحتى موظف زميل ما تتخطاهاش. وخاصه في موضوع الجامعات، في جامعات هنا بتمنع ان الدكتور يقفل باب الاوضه بتاعته لما بيكون عنده طلبه طالبات يعني جوه الاوضه. ففي خطوط حمراء لا المفروض ما تتخطاهاش. اللي بيحصل في مصر من استغلال لمدير او لدكتور جامعي لمنصبه دي جريمه في حد ذاتها، بغض النظر ان هو الراجل ده اترفض، ده انا مش شايفه ان دي عقاب يعني enough للي هو عمله. يعني هنا المفروض طيب المتحرش جنسيا او اللي ثبت عليه حاجه زي كده بتوصم بقيه عمره كسكس اوفندر، وبيفضح وبيبقى صورته على ويب سايت، واي حد بيكون عايز يسكن في منطقه بيدخل يبص يشوف جيرانه فيهم واحد من دول ولا لا. فاللي حصل لدكتور الجامعه شويه وهيتنسي، لكن هو في زيه كتير، هو يمكن ده اتمسك لكن في زيه كتير. والمفروض ان الناس ما تسكتش عن حقها، وزي ما انا قلت المفروض ان الشركات توفر بيئه امنه بحيث ان انا كموظفه لو اشتكيت من تحرش ما يبقاش في انتقام من المدير بتاعي اترفض، او انتقام من زمايلي، او انتقام في الشغل. يعني هو بيديني كحمايه لما انا اروح اقول فلان دوت المدير بتاعي او زميلي اتحرش بيا او طلب مني رشوه جنسيه الى ما اخره، المفروض ان انا يعني هنا باخد حمايه في ساعتها، ما يقدرش اترفض في الوقت دوت خالص علشان انا اشتكيت. اللي بيحصل في مصر بيحصل تنكيل طبعا بالضحايا، هي دي المشكله اللي بنشوفها اكيد. فالناس بتخاف تقول، وما اعتقدش ان الجامعات في مصر او الشركات بتوفر انفايرمنت دي ان الضحيه نفسها تقدر تواجه الموضوع وتطلع تشتكي وبقلب جامد وتقول فلان ده اتحرش بيا، وادي الدليل او دي مكالمات الى اخره.
طيب خليكي معانا أستاذة سوسن، وبينضم إلينا من عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ أحمد أبو المجد، المحامي والباحث الحقوقي. أستاذ أحمد، يعني على عكس رأي دفاع المتهم اللي كان شايف إن في مغالاة بالحكم على المتهم بأن هو يتم وقفه عن التدريس، أستاذة سوسن على الجانب الآخر بتقول إن ده حكم قليل، وأين الحكم الجنائي؟ هل في قضية جنائية بيواجهها المتهم هنا أستاذ أحمد؟ طبعا هو بالفعل الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون، وهي من الجرائم المخلة بالشرف، وبناء عليه يجوز فصله من عمله، لأنها جريمة مخلة بالشرف. لأن القانون دائما عملية الإثبات فيها إشكاليات فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء. سببه الرئيسي هو ان المؤسسات والشركات والجامعات ما فيهاش سياسات لحماية النساء من العنف، وخصوصا العنف الجنسي. وده مش من النهاردة، ده انا عايز اقول لك في الستينات كان في قضية مشهورة كانت سبب في الغاء المحاكم الشرعية، محاكم يعني المحاكم بتاعت قوانين الأسرة، كان محاكم شرعية شيوخ من الأزهر اتلغت في الستينات بسبب قضية كبيرة كانت فضيحة، إن هؤلاء الشيوخ كانوا بيتلقوا رشاوى جنسية من المتقاضيات، وبناء عليه اتلغى القضاء الشرعي وأصبح قضاء الأحوال الشخصية أمام المحاكم العادية. فالرشوة الجنسية لها تاريخ في مصر، لكن كشفها مؤخرا ده بسبب مجهودات المجتمع المدني اللي علمت البنات وإنها تبوح هذه الجرائم وتعلن عنها. لكن عبر التاريخ كان في قضايا، وكان في قضايا مشهوره، يعني لو تتذكري زمان كان في قضيه بتاعت لوسي ارتين، كانت شبكات متكامله فيها قيادات في مراكز حساسه وبيتلقوا رشاوى جنسيه. فالمساله مهم جدا ان احنا ننتبه ليها، ومهم ان الجامعات تضع قواعد وسلوكيات حوالين فكرة تأمين النساء من التعرض للعنف الجنسي، طب وخصوصا أستاذ في أحمد، الجامعات. في قضيتين، في نوع، في يعني سؤالين مهمين من وسط الكلام اللي حضرتك ذكرته. أولا قلت إن في مشكلة دائما في إثبات التهمة، يعني خليني لو رجعنا للقضية اللي احنا بنتكلم فيها دي، هو كان في شرايط مراقبة، وكان في تسجيل لمكالمات، وكان في تسجيل لمحادثات، وقدروا يعني قدرت النيابة تجمعها وبناء عليها صدر الحكم. لكن في حالات تانية وأكيد حضرتك داري بيها، يعني ما بيبقاش في، يعني اللي بتتعرض للتحرش او للاعتداء الجنسي دي ما بيبقاش مستعدة ان هي تطلع الموبايل وتبتدي تصور الاعتداء اللي هي بتتعرض ليه، فما بيبقاش في الاثباتات اللي موجودة حتى في القضية دي. هل القانون المصري قادر يتعامل مع القضايا اللي من النوع ده؟ حتى هذه اللحظة ومع عدم وجود قانون متكامل لمواجهة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، للأسف في مواد في القانون متفرقة، لكن كمان ما فيش شرطة مؤهلة للبحث في هذه القضايا والتعامل مع هي داخلة في صدمة بعد التعرض لهذا العنف. ما فيش الكلام ده. النيابة العامة، القاضي، يعني وكيل النيابة اللي بيحقق في قضية السرقة، هو اللي بيحقق في قضية القتل، هو اللي بيحقق في قضايا ليها علاقة بالعنف الجنسي. فطبعا الموضوع بيختلط عليه، وقدرته على التحقيق في هذه القضايا يعني محل شكوك من وجهة نظر. كمان المحاكم لابد أن يكون هناك محاكم متخصصة فاهمة يعني إيه عنف جنسي، وفاهمة يعني إيه إزاي نقدر نثبت هذا العنف بكل أشكاله. كمان السلطة التقديرية لأساتذة الجامعة، إزاي يبقى في الجامعة ما فيهاش سياسات حوالين فكرة إنه يختلي بطالبة، وإن هو يطلب تقعد معاه في مكتبه لوحدهم، وله سلطة تقديرية كاملة في قبول الرسالة بتاعتها أو الامتحانات بتاعتها أو إعطائها درجة أو عدم إعطائها الدرجة. سلطة تقديرية كاملة، سلطة تقديرية أحيانا بيلجأ إليها بعض أساتذة الجامعة، إن هو بينجحش طالبة طول ما هو موجود في الكلية، ما بينجحهاش، مش بس عشان رشاوى جنسية، لا، لمجرد إنها اختلفت لأسباب معاه. أبسط فكل من كده هذه بكتير. مظبوط،
بالظبط. فكل هذه كل هذه الإشكاليات بتصب في النهاية في شخص عند رجل عنده سلطة من المجتمع ذكورية وكمان عنده سلطة إدارية كاملة، ولا يمكن لأحد إن هو يطلع على هذه السلطة أو يراقبها، فمن هنا بتيجي الرشوة الجنسية بكل أشكال. أستاذ أحمد برضو في نقطة، الضحية بيبقى من الصعب إنها تثبت ده. في نقطة تانية حضرتك برضو ذكرتها وقلت يعني لو تم عرض الرشوة الجنسية، يعني نفترض لما النيابة جت وقال الأستاذ الجامعي ولا المدير ده قال أنا الشخص ده هو اللي عرض علي الرشوة الجنسية، وبعد كده اكتشفنا أن فعلا ده حقيقي، هل القانون بيقدر يفرق في الحالات دي وإيه الوضع في الحالة دي؟ الرشوة هي الرشوة، لكن للأسف فقدنا الاتصال، بتمنى ان احنا نعود الاتصال مرة اخرى باستاذ احمد ابو المجد المحامي والباحث الحقوقي. عودة مرة اخرى استاذة سوسن، وخليني يعني من الجدليات اللي يعني اللي كنا بنناقشها مع استاذ احمد دلوقتي، والحقيقه الجدليات اللي دائما موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي كل ما بتظهر مشكله يعني اعترافات لجرائم التحرش لنجيات من جرائم التحرش، الناس بتقول ازاي ان احنا ممكن نقول، احنا دايما بنستخدم كلمه الدعم الكامل للناجيات، ازاي ان احنا ندعم الناجيات دول في حين ان احنا ما عندناش أدلة، في بعض الأحيان ما بنكونش عارفين مين الناجية أصلا، بتكون الشخصية مجهولة وبنقرأ قصص وبنسندها، إزاي إن احنا نجمع ما بين المساندة دي وفي نفس الوقت نعرف إن احنا ما نأذيش الشخصية الأخرى المتهم في حالة ما كانت الادعاءات دي كاذبة مثلا؟ يعني في بعض القصص بتطلع لما بتقريها ما بتحسيش انها قصص حقيقيه، بتحس انها من خيال المؤلف، وممكن كمان يعني ما يكونش واحده ست هي اللي كتبها كمان، ودي بتبان من طريقه السرد وطريقه الاحداث. وشفنا كم قصه كده حصلت في الايام اللي فاتت لما طلعت مشاكل التحرش وجرائم التحرش والناس بدات تتكلم عنها، الضحايا نفسهم بداوا يتكلموا عنها. البني ادم المتلقي بيقدر يميز ويقرا الكلام ده، هل الكلام دوت ممكن يحصل حقيقي، هل الكلام دوت يعني فيزبل ان هو كان حصل، ان هو واحده بتحكي قصه تحرش او العنف الجنسي اللي حصل لها، او حتى الاغتصاب من غير اسم ولا صوره ولا اي ادله ولا برنتات ولا اي كلام، دوت بيبقى مشكوك فيه الى حد ما. لكن لما بتبتدي تشوفي بقى برنتات، تشوفي شخصيات حقيقيه وتشوفي كلام ممكن فعلا كان يحصل، مش واحدة مثلا اللي هي كانت حكت انها واحد اغتصبها 6 سنين، طب ما حضرتك ما كنتش عايشة معايا، يعني انت كان ممكن تخرجي، كان ممكن تبلغي الكلام ده. لكن لما بنلاقي قصص كده اللي هي يعني تحس انها من وحي الخيال دي، يعني انا شخصيا ما بحسش انها حاجة حقيقية. لكن لما بتبقى في قصص حقيقية الواحد طبعا بيقدم الدعم، بيحاول يصدق الضحية دي، بيحاول ان هو يعني ينشر الكلام ده علشان محدش تاني يقع في فخ بتاع المتحرشين، يحاول ان هو يشوف لو في اماكن بتاهل للناس اللي حصل لهم عنف جنسي او تحرش، يحاول ينشر الحاجات دي بحيث ان يبقى قدام الضحايا السيدات دول او البنات يبقى في قدامهم اوبشنز مفتوحه ان هم يستنجدوا ازاي بالمجتمع. للاسف القانون لغايه النهارده في مصر على حسب ما انا اسمع وقريت، لان انا مش محاميه وما بفتيش في القانون، ان القانون مش بينصف المراه في كل الاحوال. يعني ما هو محدش هيكون زي ما حضرتك قلتي ماسك موبايل ماشي بيه طول النهار بيصور ده اتحرش بيا، ده زقني، ده لمسني، الكلام من دوت. فايه اللي ممكن يتعمل؟ ليه المشرع في مجلس الشعب او البرلمان، وخاصه في المفروض ان في سيدات في البرلمان، ما بيشرعوش حاجه كده؟ الحقيقه يعني مثلا فين المجلس الاعلى للمراه؟ يعني من ضمن حل قضية، بس بدون قطع كلامك، بس من ضمن حل قضية مثلا ان الستات ما بتمشيش ماسكة موبايلات، ان شركات برة ابتدت كله يعمل ان المكاتب كلها ازاز فاحنا شايفين بعض، فحتى لو انا قاعدة في مكتب مديري فالناس محدش سمعنا، فالناس اللي من برة شايفانا، الجامعات كذلك، كل المكاتب، الاماكن اللي مش ازاز
اساس محطوط فيها كاميرات، يعني الممرات الكلام ده، بحيث ان هي تكون فعلا بيئه امنه. ما حدش فينا يقدر، لا انا اقدر ادعي على حد بالكذب ان هو طلب اي حاجه او عمل اي تصرف، ولا حد يقدر يعتدي علي. يعني احنا الاثنين امنين بالظبط. وسالمين من الاهل. بدون قطع كلامك، الفكره بره ان لما في واحده ست بتروح تشتكي ان مديرها او رئيسها في الشغل او دكتور الجامعه تحرش بيها، بتتاخد الشكوى دي بطريقه جديه جدا، وبتدي يتحقق فيه، وبتدي يتراقب، وبتدي يشوفوا ايه اللي بيحصل، ايه تصرفاته من ناحيه كل السيدات، لان في دايما قاعده بتقول المتحرش ده هيتحرش تاني وتالت، لان ده مرض، دوت مش مجرد مره اتحرش بواحده وتاب وخلاص، ده بيفضل يتحرش ويتحرش متسلسل. ويتحرش، فهيقع في وقت من هيقع في وقت ما، لان ده مرض نفسي هو عنده، هو بياخد لذه من ان هو بيخوف اللي قدامه وبيتحرش بيها، فبالتالي بيفضل بيتاخد كل ادعاء بالتحرش، لان اي واحده ممكن تروح تقول على اي واحد تحرش، وده كده يعني حرام علينا ان احنا ممكن ندمر مستقبل حد، لان القوانين هنا جامده وصارمه في موضوع التحرش دوت، وبيترفض وما بيلاقيش حته تانية تلمه او تاخده تاني خالص، بقيت عمره بيضطر ان هو بقى يشوف له حاجه صغيره كده على قده يعملها شغلانه اي كلام وبتاع. فكل اللي عندنا في مصر لما حد هيروح يقول انا فلان اتحرش بيا، اول حاجه مفيش تصديق، ايه ده راجل محترم، ده راجل لا يمكن يكون بيتحرش، ده واحد متدين الى اخره الى اخره، انت ما تعرفش هو بيعمل ايه في اوقات فراغه، انت ما تعرفش جواه نفسيته جواها ايه، اسمع الضحيه الاول، نشوف الست دي بتقول ايه، وشوف الكلام ده يصدق ولا لا، وشوف تصرفاته كواحد مسؤول في الشغل في الاتش ار او في الجهات المختصه انها بتحقق في الحاجات دي، شوفوا الست دي بتقول ايه وصدقوها، و ابتدوا ابنوا عليها الادله، والله لو طلعت كدابه يعني بيبقى في عقاب تاني بقى ليها، ان هي الست دي كدابه، مش المفروض انها تبقى مثلا دكتوره جامعه، او مش المفروض انها تبقى موجوده معانا في مكان الشغل انها بتتبلى على الناس، لكن لو حقيقيه يبقى الجاني دوت هو هنا بيبقى يعني غير ان هو بيفقد شغله، ما فيش مميزات، ما مش هياخد معاش طبعا لان كده هو قاعد في بيتهم وبيقبض، بيتحاكم جنائيا بعد كده، بتحول القضيه للجنائيه، لان دوت خطر على المجتمع اللي هو نصه ستات، خطر ان هو ده بيتحرش احنا بضايقهم بيستفزهم بضايقهم. بنتمنى ان منظومة القوانين في مصر فعلا تقدر تبتدي تواجه الجرائم اللي من النوع ده، ونتمنى ان الدولة وكل المؤسسات تسعى يعني لايجاد بيئة آمنة للسيدات. بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من دالاس، سوسن غريب الناشطة السياسية، شرفتينا استاذة سوسن.